نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. انتصار ربما في هذه المباراة تقطع من طوبة إسلام سليماني حتى الضيوف في الدفاع على الجهة اليمنى كشريدة وجدي. العودة لي مرياح ياسين، الكرة من كشريدة وجدي تصطدم بالجدار الدفاعي. يعيد رياض مرة أخرى يرفع داخل منطقة العمليات، التدخل من الدفاع التونسي، الحكم يتدخل ويعلن عن مخالفة. مخالفة لمصلحة فاليري يان، إحدى الأوراق الأساسية في مباراة جلال القادري اليوم. سليمان الذي لعب أساسيا في المباراة الماضية، هذه كرة إسلام سليماني بالراس. هل يعود توغاي محمد لامين سالما معافى في هذه المباراة؟ هذا بن رحمة من هناك الجهة اليسرى، ثم يخرج شيبي توبا. وأننا نلعب في أمام منتخب مونديالي آخر مشاركات كان كوت ديفوار، ولكن في السنوات إلى شايبي ليغيتون. شايبي هذا إضافة حقيقية بغض النظر. إنها ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الوطني، إنها ضربة جزاء يعلن. نشاهد شوط ثاني ربما أكثر إثارة وأكثر حماس في تصريحات المدربين وفي تصريحات اللاعبين وفي تصريحاته. الكرة انطلاقة من إسلام سليماني، التغطية عليه من كشريدة من هناك بقوة، كشريدة باتجاه الأمام طوبة يغطي هنا. أن يوجد كشريدة وجدي الذي يصعد على الجهة اليمنى، تحصل على تماس، يقول حكم المباراة لمصلحة الفريق التونسي العودة إلى الخلف. تدخل لرامي الزروقي يلعب مع سعيد بن رحمة، ضاعت له للكرات في الشوط الثاني. هي تريت يعود إلى فاليريان المتسبب في ركلة الجزاء. هل يسدد من هنا فاليري؟ فعلا سددها مباشرة إلى ضربة مرمى لمصلحة مصطفى زغبة. يعود مرفوعة في القائمة الثانية، إسلام سليماني بعيد عليها، هي تريت الدفاع، يعود فاليريان، تعود لي العيدوني أو فعلا العيدوني عيسى. الضغط عليه من بن رحمة إلى الخلف، يوجد فاليريان. فاليري يلعب مع مرجلة الثنائية، أربعة أهداف بألوان المنتخب الوطني في 12 ظهور، 11 كان احتياطي، واحد كان أساسي. شايبي يسترجعها مورا بالرأس من نبيل بين الكبيرين التونسي والجزائري. وليس لنا نطلب يعني أقدري المدرب التونسي والإطار الفني التونسي with